خمس إصابات أخرى بكورونا تأكدت في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي المرضى بالفيروس في البلاد إلى أحد عشر مصابا. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أعلنت أن الإصابات الجديدة شملت ثاني حالة انتقال من شخص إلى شخص للفيروس الوارد من الصين. الحالات الجديدة تشمل مريضا في ماساتشوستس وأربعة في كاليفورنيا. المصابون الخمسه سافروا ميرانا الى ووهان بالصين مريض اخر في كاليفورنيا اصيب بعد اتصاله بشخص مريض هناك نتوقع المزيد من الاصابات وانتقال الفيروس من شخص لاخر عند الاتصال المراكز قالت انها تتابع 82 شخصا اخرين يحتمل اصابتهم بالفيروس وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو صرح في اوزبكستان بان واشنطن بصدد ارسال المزيد من الطائرات الى الصين لاخلاء الامريكيين من المناطق الموبوءه سنرسل المزيد من الطائرات الى الصين لاجلاء الامريكيين من مدينه هوبي ونحن بصدد التنسيق مع السلطات الصينيه في ذلك، لكننا نتوقع ان يتم ذلك خلال ايام وربما نبدا في اعاده الامريكيين من عده دول اخرى، ونامل ايضا ان نرسل بعض الامدادات الطبيه على نفس الطائرات. العائدون وفقا للسلطات الطبيه الامريكيه سيوضعون في الحجر الصحي لمده 14 يوما اعتبارا من يوم الوصول. وزاره الصحه طلبت من البنتاغون توفير عده مرافق كافيه لايواء المئات ممن سيتم احتجازهم للفحص وهو ما وافق عليه وزير الدفاع وافق وزير الدفاع مارك إسبر على طلب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بإيواء ألف شخص ممن سيضعون قيد الحجر الصحي عند وصولهم من الخارج البنتاغون سيوفر مأوى الضيافة فقط بينما ستظل وزارة الصحة هي المسؤولة عن رعاية ونقل وأمن هؤلاء الناس لن يكون هناك أي اتصال بين أفراد الدفاع وضيوف الحجر الصحي كما لن يتسنى لهؤلاء استخدام مرافق القاعدة سوى لغرض الإقامة وكان رئيس دونالد ترامب قد وقع الجمعه الماضيه امرا مؤقتا بمنع دخول الاجانب الذين سافروا الى الصين خلال الاسبوعين الماضيين الى الاراضي الامريكيه باستثناء اقارب الدرجه الاولى للمواطنين الامريكيين او المقيمين بشكل دائم الحجر سيقتصر على العائدين من اقليم هوباي الصيني وسيتم احتجازهم بقواعد عسكريه بكولورادو وكاليفورنيا وتكساس وهناك بالفعل 100 امريكي عادوا من ووهان عاصمه اقليم هوباي وتم احتجازهم في الحجر الصحي بقاعده عسكريه جنوبي كاليفورنيا رغم انه لم تظهر عليهم اعراض المرض. واعتبارا من الاحد سيتم توجيه جميع الرحلات القادمه من الصين الى سبعه مطارات رئيسيه سيخضع فيها الركاب للفحص الطبي.